الحقيقة هذا الموضوع يثار من فترة طويلة، ولذلك واللي بثبت جدية الحكومة في معالجة هذا الموضوع، إنه يا إخوان أول الأرقام التي أعلنت كان بنحكي عن 32 ألف طالب. صحيح. تم رفع هذا العدد إلى 49 ألف طالب بناء على الأرقام والمعطيات اللي إجت من وزارة التعليم العالي. وقبل الأسبوع الماضي كان في نقاش على رفع هذا الرقم إضافي للرقم الموجود، وتم الحديث عن تخصيص من الميزانية الطارئة حوالي 5 مليون دينار لزيادة هذا العدد. تم توجيه من دولة الرئيس بأنه هذا يعتبر هذا القرار ماشي، فلذلك ارتفع العدد اللي تم الإعلان عنه إلى 58 ألف اللي بثبت الجدية اللي عم نحكي فيها. وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليا، والميزانية الموجودة حاليا في بين إيدين مجلس النواب. هذا الموضوع سيتم دراسة البحث عن مصادر التمويل لإكماله، وإن شاء الله الحكومة لن تألو جهدا، لأننا بنعتقد أنه هذا من أول أولويات. واليوم شاهد يعني الكل سمع الإجماع النيابي اللي بتعلق في هذا الموضوع، وإحنا معنيين أنه الإخوان النواب اللي نقلوا نبض الشارع فيما يتعلق بهذه القضايا إحنا نتعامل معها بكل جدية ونعمل على حلها. أما ما يتعلق بالقضية الثانية اللي هي القروض، هذا الموضوع لن يتم التعامل مع طالب لا يعمل، هذا موضوع منتهي، يعني لن يتم مطالبته. وهذا الموضوع أعتقد الإخوان عندهم يا سيدي، هو ما في فائدة بالأصل، هو لا لا طيب معلش ستي خليهم الجنوح الفنية هم خليهم يجوا، بس أنا خليني أحكي بالمبدأ العام. المبدأ العام ستي هذا الموضوع حاليا سيتم دراسته، ولن يتم الطلب بالقروض من أي طالب غير العمل، لأنه هذا الموضوع معالي وزير التربية والتعليم هذاك اليوم أنا سألته يا سيد قال إحنا مش معنيين الآن، لأنه في قرار تم استعادته من رئاسة الوزراء دكتورنا الحبيب. معلش ما يكونش اجاوبك يا سيدي، معلش اجاوبك. احنا بنتحدث عن نوعين من السداد، في طالب حاليا اخذ قرض وبيشتغل، هذا بده يلتزم بالسداد. اللي ما بيشتغل سيدي ومثبت ارقامه بالضمان الاجتماعي وهي موجود عند الاخوان، هم اللي راح يجاوبوك عليه. هذا الموضوع اللي راح يتم نقاشه من اجل السعي لتأجيله.